بغيت نزيد في الوزن ديالي خويا، كاين عيان من تريون كلمه كيبان فيه والو، بغيت نخلص شنو غادي ناكل؟ انا رقيقه بزاف في الليل بس ما كتجيش معايا كاع صحابي صح الا انا رقيقه. المهم بلا ما نكسر عليكم وكثرت الهضره، تفرجوا الفيديو حتى الاخر وغادي تفهموا كل شيء. ندخلوا في المعقول اجي نتفاهموا على واحد الحاجه، انا ديما كنعاونكم واي واحد حتى شي حاجه كنساعدو، اليوم بغيتكم حتى نتوما تساعدوني. ما كرهتش اي واحد فيكم كيتفرج الفيديو يهبط لتحت ويخلي شي كومونتير زوين ويدير شي لايك ويبارطاج الفيديو ويشترك معنا في القناه، وشكرا بزاف. اليوم كنهضروا على جوج حوايج، اول حاجه اللي هي سبب النحافه، والثاني اهم حاجه هي طرق الزياده في الوزن. اول سبب هو السبب الوراثي، وكتكون واخد هذا الشيء من الاب او الام ديالك ولا الخال ولا حتى العم ديالك، ويقدر يكون حتى الجد ديالك. ثاني حاجه هي المشاكل، من ما كتكونش مرتاح ولا نفسيتك متاثره كيأثر هذا الشيء على الشهيه ديالك، بحيث كيخليك ديما شهيتك مسدوده. ثالث شيء هو النشاط البدني الزائد، وهو من كتخسر سعرات حراريه اكثر من اللي كتدخل الجسم ديالك. ورابع شيء اللي صعيب نلقاو ليه الحل والله ينجينا منه هو المرض. ودابا جينا لاهم نقطه اللي من الصباح وانت ولا انت كتسنى، اللي هي كيفاش تزيد من الوزن ديالك. كما كتعرفوا اسيادي بزاف منكم كيصحاب ليهم الرياضه غير ديال الناس الغلاط والناس اللي باغيين ينقصوا من الوزن ديالهم، وهذا غلط. غادي تقول مع راسك اصلا انا رقيق، علاش غادي نمشي ندير السبور ونجري؟ اصلا اش غادي نقص واش غادي نطيح؟ الا كنتي كتفكر بهذه الطريقه غادي نقول لك راك ما فاهم حتى لعب. كتمارس الرياضه كتخسر واحد العدد كبير من السعرات الحراريه، ومن كتسالي كيجيك الجوع وبزز منك خاصك تاكل، ومن كتاكل الجسم ديالك كيطور نفسه وكياخذ جميع البروتينات والفيتامينات باش يبني بهم عضل، وداك الشيء اللي كيبقى كيحولوا الغليكوجين وكيتراكم وكيتجمع، ومع المده كيتزاد الوزن ديالك. يعني كيبقى لك الحل الرئيسي والمضمون هو دير رياضه، ومن بين هذه الرياضات اللي كنصحك بها هي رياضه كامل الاجسام اللي غتعطيك واحد النتائج مضمونه في زياده الوزن ديالك. واحد النصيحه اللي غنعطيها لك باش ما تبقاش تشدك الشهيه ديالك في الماكله، هي انك ما تشربش الماء قبل الماكله ووسط الماكله. حد هنا كيسالي الفيديو ديالنا، وغادي تنزل التعليقات وتخلي لي في التعليق شحال الوزن ديالك، وانا غادي نقول لك شنو غادي تاكل والوجبات اللي غتتبع وشحال من وجبه في النهار. جسبعكم تكونوا فهمتوا هذه القضيه نتاع الزياده نتاع ديالك، ولا كان عجبكم الفيديو ما لقيتها هبط لتحت وتشجعنا بشي لايك باش نزيد نستمر في الفيديو، وما لقيتش تشترك في القناه ديالنا باش تولي انت من ضمن العائله ديالنا. سو خليك راحه الله، بيس.